انتهت وزارة الإسكان من تسليم كافة عقود انتفاع وحدات مشروع الحنينية الإسكاني على المواطنين المستفيدين. هذا وقد أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمار وزير الإسكان أن الوزارة ماضية في تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 3000 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة. أكثر من شهر ونصف وزارة الإسكان تعمل جاهدة في تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3000 وحدة سكنية في جميع مدن وقرى المملكة وفق الجدول الزمني. ومن ضمن المشاريع التي اندرجت ضمن هذه التوزيعات مشروع الحنينية الإسكاني الذي يعد أحد أبرز المشاريع في المحافظة الجنوبية والمدرجة ضمن بناء 25,000 وحدة سكنية الواردة في برنامج عمل الحكومة والمنبثقة عن الأمر الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية. وزارة الإسكان انتهت من تسليم عقود الانتفاع بوحدات مشروع الحنينية الإسكاني، حيث قامت بإشعار المواطنين المستفيدين بموعد الحضور إلى مبنى الوزارة لاستلام عقود وحداتهم وإنهاء الإجراءات القانونية والمالية، حيث عبر عدد من المستفيدين عن ارتياحهم من تسيير إجراءات التسليم للوحدات. هذه بفضل رب العالمين، من ثم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وسمو الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد، نشكرهم على اهتمامهم واهتمام بالمواطنين، وطبعا هذه فرحة والكل يفرح بهذه الوقت. طبعا حبيت أشكر جلالة الملك على معاملته من اهتمام للمواطنين وغيرتنا الرشيدة. طبعا شعوري أنا أسعد إنسان في العالم اليوم، والسبب أن أنا الحمد لله حصلت الوثيقة وإن شاء الله فعل خير وإن شاء الله للجميع بإذن الله. اليوم إحنا صراحة مستنسين ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين حصلنا على وحدة سكنية، ونشكر فيها جلالة الملك ورئيس الوزراء وسمو ولي العهد، الحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله رب العالمين اللي الله نعم عليه بوحدة سكنية في مشروع الحنينية الإسكاني، وانتهز هذه الفرصة للشكر إلى صاحب الجلالة الله يحفظه وإلى رئيس الوزراء وإلى ولي العهد، وشكر موصول إلى وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وإلى جميع وزارة موظفين وزارة الإسكان على سلاسة هذه الإجراءات. طبعا في البداية الشكر حق القيادة الرشيدة حق جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد الله يطول في عمرهم، ومشكورين ما قصروا على السرعة والنظام في توزيع البيوت، والحمد لله على كل حال. نشكر جلالة الملك سمو الأمير خليفة والأمير سلمان، طول الله في عمرهم وما يقصرون من أول وتالي، يعني فضل الله ثم لهم. أول شيء نحب نشكر جلالة الملك ونشكر سمو رئيس الوزراء وسمو العهد، نشكر وزارة الإسكان والحمد لله فرحونا. كاميرا مركز الأخبار انتقلت إلى الموقع ورصدت لحظة تسلم المنتفعين لمفاتيح الوحدات الإسكانية في مشروع الحنينية الإسكاني. وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والمالية في مبنى وزارة الإسكان، رافقنا المستفيدين إلى مشروع الحنينية الإسكاني لنرصد لحظة تسلم مفاتيح الوحدات الإسكانية، حيث عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم إلى القيادة الرشيدة على جهودهم الملحوظة في توفير المسكن الملائم بكامل الاحتياجات التي تخدم المواطنين. الله يخلي لنا إن شاء الله الملك والشيخ خليفة الشيخ سلمان، ومشكورين ما قصروا الله يعطيهم العافية اللي أعطونا البيت في الحنينية. طبعا نشكر أول شيء الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر جلالة الملك والأمير خليفة بن سلمان والأمير سلمان بن حمد على الهبة الحلوة اللي فرحنا فيها. الحمد لله الله فرحنا وفرح الوالدة والعيال والزوج، الحمد لله رب العالمين. الله يخليهم لنا إن شاء الله دخلوا لهالبلد إن شاء الله ما قصروا. أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد على استعجال بيوت الإسكان، وإحنا اليوم مستانسين لأن استلمنا البيت والحمد لله. نشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد ووزارة الإسكان، والحمد لله رب العالمين حصلنا وحدة سكنية، والله يوفق أمة محمد المسلمين إن شاء الله.
أشكر بابا حمد وبابا خليفة وبابا سلمان، وأنا مستأنسة لأن بيكون عندي عجلة. بابا حمد أشكر بابا خليفة بابا سلمان. أحب أستغل هذه الفرصة وأشكر فيها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الأمين على إعطائنا هذه الوحدة السكنية، وإن شاء الله تكون لنا منزل مبارك. شكرا بابا حمد، شكرا بابا خليفة، شكرا بابا سلمان. والله اليوم مستانسين حصلنا مفتاح البيت والعيال كلهم مستانسين. نشكر قيادتنا الحكيمة ونشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد على كل ما بذلوا من جهودهم حق راحة المواطنين. شكرا أنا حصلنا البيت، شكرا بابا حمد، شكرا بابا خليفة، وشكرا بابا سلمان. المرحلة المقبلة ستشهد استمرارا لتوزيع الوحدات السكنية على دفعات مع تقدم نسب الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ والتي تنفذها الوزارة، فمؤشر وتيرة إنجاز الوحدات الإسكانية يرتفع في مقابل أن مؤشر قوائم الانتظار بات في العد التنازلي. وهذا التطور في القطاع الإسكاني هو من منطلق طموح القيادة الرشيدة نحو توفير الخدمات الإسكانية الملائمة للمواطنين. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.